خوتي خوتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم ابارتمون بالثمن اللي نتوما طالبينه وفيها لي كاركتيرستيك اللي نتوما طالبينهم. لابارتمون اللي جبت لكم افيتو طونجي اليوم كتواجد في الطهر ديال الكامبو او ملعب الرياضه، ملعب ديال الكره فين جات بالضبط، مع شارع الجيش الملكي اون فاس المجمع الحسني، قريبه من اهلان، قريبه من باران السنيه، قريبه من مركز الحليب، وقريبه سونتر فيل مع لي تونيل جداد. ابارتمون فيها ستيل جديد، ابارتمون فيها 50 متر ما فيها ثلاثه ديال لي شومب، ابارتمون في صاله ديالها مختلفه، يلا ندخلو نكتشفوها. والواعر في هاد الابارتمون انها عندها بابها بوحدها، يعني بحال اللي ساكن في دار مستقله. بالنسبه للناس اللي كيحماقوا على السكن المستقل ما يكونوش معاك الجيران، ها هي لابارتمون عندها باب ديالها خاصه، ما كاينش الجيران، ما كاينش الدروج ديال العماره، ها هي بوحدها مستقله. مع الدخله كيف ما كتوريكم فاتي كاينه الكوزينه ديال لابارتمون اللي فيها البلاكارات هاد النوعيه هادو، فيها بلاكارات فوق لورميه، يعني هذه كوزينه جات مع الدخله. طبعا مول الدار هو اللي اختار التصميم يكون ديال الشقة هيدا، يعني اختار الكوزينه تكون مع الدخلة ديال الدار، ولكن ماشي ضروري انكم تقيدوا بهذا التصميم هذا، يمكنكم انكم ترجعوا الكوزينه في عود شي شومغ مثلا، وتخليوا الصالون يكون في وسط الدار. عندك الصح، يعني بدل انهم يكونوا هكا في الشومغ ديال الكوزينه، يقدروا مثلا يحيدوا هذه الكوزينه نهائيا ويربوها شومب من الشومبات اللي قالت لكم هنا. سينو بالنسبه للناس اللي كتحمق على الاستثمار والانفستيسمون، هذه هي الفرصه فين انكم سكن مستقل اللي تقدروا تكريو كل شومب بوحده، مثلا الطلبه ولا الناس المعامل ولا مثلا الناس العازبين، يعني كل شومب تكريها بوحديتها وكتجي في على برا كوزينه مشتركه وحمام مشترك ما بين كل راي. هنا الشومبر الاولى اللي كتوريكم فاتي كيف ما كتشوفوا السوعيه ديالها هي هذه، عندها جوج ديال الطيقان، يعني دو فاصات في هذا الشومبر بوحديتها. الابارتمون اللي هي مضويه والشومبر اللي هي واسعه، وعاد كاينين الشومبر الثانيه والثالثه، يعني كاستثمار الكراء مربح جدا. مربح جدا بحكم ان السوم الكرائيه اللي كاينه في الجهه ديال ملعب الكره كامبو دو بنو بطوطه، يعني كتراوح ما بين 1800 درهم وانتينا طالعه على حساب المساحه ديال الشقة، وعاد هاد الشقة هادي جات مستقلة، واخا هي مستقلة جات في عمارة ولا غيزيدونس اللي فيه الكاميرا سيرفيونس، فيه العساس لي باغيير ديالو، كاين باركين، يعني كاين لي زافونتاج زايدين مع هاد الشقة هادي. وعاد هنا كاين الحمام ديال لابارتمون اللي هو حمام كبير تبارك الله، راه جا لداخل الدوشة، وعاد على برا كاين لابابو كاين تواليت، يعني حمام اللي هو متسع كبير مزلج بهاد النوعية هذا ديال التزليج. وي حمام كافي للسكان ديال الشقة ديالنا. ودابا ندخلو نشوفو لا شومبر الثالثة، ياك لا شومبر الثالثة اللي فاتي قبل ما تدخلي عفات، كاين هذا لا هو ولا ديال الحمام، يعني لا هو ولا ديال الحمام، يعني ستيل جديد. هو اختار انه يكون الباب ديال الكوليس، كنطلبوا منكم السماحه على هذا الصوت، يعني هو اختار انه يكون الباب خشبي ديال الكوليس، ولكن انا ديما كنقول لكم ماشي ضروري انكم تقيدوا بهذا التصميم اللي كاين في هذه الشقه هذه، نتوما على حسب الاحتياجات ديالكم ديال لي شومب، شحال تحتاجوا من شومب، اولا مثلا واش غادي تفكروا انها تستثمروها وتكريوها. هادي على ما اظن الصالون، حيت على حسب الكبس اللي عاملين في السقف، يعني هذا ستيل ديال الصالون. مي نتوما اذا بغيتو تعملوه شومبغ رئيسيه وكان عندكم وليدات بغيتو الشومبغ الثانيه والثالثه، تقدروا هادي تعملوها شومبغ رئيسيه وتعملوها شومبغ الثانيه والثالثه، علاش؟ حيت الصالون ماشي الاغلبيه الصراحه الله كيستغلو، كيتحتاج ماشي دائما، خاصه عاوتاني الا كنتو غادي تكريوها ما تحتاجوش الصالون نهائيا، وتقدروا تزيدوا طواليت اخرى بحكم ان الطواليت جات غارقه، يعني تقدروا تفتحوا باب من هاد الجهه ويكون طواليت ثانيه لهاد لا شومبغ هادي. وي وحتى لا كويزين اذا اختاريتوا انكم تعملوها كما قلنا في شي شومبر من هادو، راه كتبقى لكم وسط الدار تدوروها بكنابي، تدوروها بسدادات مثلا كاقتراح. وسط الدار هو المساحه ديالو كبيره، غادي نورمالمون غادي تجي فيها مثلا جوج ديال السدادات، ويجي فيها مثلا فوتاي حسب التفريشه اللي تبغيو نتوما، واش تفريشه تقليديه ولا عصريه ولا مثلا غير كراسه وتلفازه على حسب الذوق ديال الشاري.
يعني احنا كنزيدو نوضحوا لكم لي بياس ديال لابارتمون شحال المساحه ديالهم وشنو يقدر يجي فيهم. مثلا هاد لا شومبر هادي يقدر يجي فيها مثلا لي لي سيبوربوزي ولا كاما مثلا ديال واحد الشخص وهنا بيرو ديالو بحكم ان لي بياس ديال لابارتمون راه المساحه ديالهم كبيره. اولا اذا بغاو يعملوها صالون بحكم ان فيها جوج دقه يقدروا يستغناو على هاد الحيط نهائيا ويخليو صالون مع كويزين امريكان، يعني يكون صالون ديال مفتوح مع الكوزينه. يعني كنقول لكم دائما على حسب الذوق ديال الشاري شنو باغي هو وشنو الاحتياجات ديالو وشنو ناقصو. يعني نفكروا المشاهدين ديالنا لابارتمون فين جات، جات في الموطع اللي هو مطلوب بزاف، يعني قدام ملعب الكره ولا قدام القريه الرياضيه اللي عاد يدشنوها ان شاء الله، يعني اللي جمع جميع المرافق الرياضيه، المسبح، الملعب ديال التنس، يعني الكامبو ديال الكره، فيه بزاف ديال المرافق اخرى اللي غادي تزيد تطلع في السومه الكرائيه ديال العقارات اللي هنايا وفي الثمن ديال العقارات. وي وهاد لابارتمون لافونتاج اللي فيها كيف ما قلنا لكم ان عندها بابها بوحدها، هي واخا العماره فيها لي زيتاج، لي زيتاج عفوا، فيها لاسانسور، فيها كل ايطاج فيه دي زابارتمون، بالحق هادي عندها بابها بوحدو، يعني مع الدخله ما كاين حتى شي واحد اللي غيدخل عليك، ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يجي عليك الضو، ما غاديش تحتاج كاع الضو العماره ولا لاسانسور العماره. وعاد التصريح ديال هاد لابارتمون 100% بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفلوس وكيلتجؤوا للكريدي، هذه هي الفرصه فين تستثمروا فلوسكم ولا تهناو من الكرا وتجيو تسكنوا. يعني لابارتمون التصريح ديالها 100% خذوا هاد الفرصه هادي. وانا عندي احساس بان هاد لابارتمون راه دغيا غتباع، حيت كيف ما كنا حاطين ابارتمون بثلاثه ديال الشومبر ب 50 مليون، هادي راها ناقصه على داك الثمن اللي كنا حاطينه، وهادي كنظن غتباع دغيا اكثر من اخر. بعض لي زابارتمون اللي كيتواجدوا في هاد الموطع هذا اللي قريب للشارع الجيش الملكي كيكونوا اكثر طلب، يعني بالنسبه للناس كيختاروا هاد الطريق هادي وهاد الموطع هذا، حيت موطع نقي وراقي وعاد كان كيسكنوا فيه غير الاساتذه الموظفين، يعني ما كيكونش داك الصداع بزاف. حتى المجمع راه كامل بكاميرا سيرفيونس وكلشي حداكم، يعني ما غاديش تقول بان شي مجمع اللي خارج وعلى حساب يعني انكم تسخروا، لا كلشي حداكم، بقى غير لي فارماسي كلشي كاين حداكم. ونفكروا الناس اهين دابا ابرز الهمزات اللي باقي حاليا عندنا بالنسبه للناس اللي كتفتش على السكن في اقتصادي يعني ايكونوميك، كاين لي زابارتمون ديال طنجة بالي اللي كيتواجد في الدوحه ب 28 مليون، جات في بروميير ايطاج ماشي في ايطاج عالي، راها باقا ديسپونبل عاد قريبه لجميع المرافق العموميه خاصه قريبه للملابطه. وكاين حتى لابارتمون ديال طنجة بالي كاينين جوج عاود، وحده جوج بيوم في كاتخيام ايطاج، وحده ستيل كويزين امريكان مع صالون وبيت واحد، وحده ثانيه حتى هي فيها جوج ديال لي شومبر وصالون اللي الثمن ديالهم ما بين 40 42 مليون. يعني بالنسبه للناس اللي كيفوتش على السكن في طنجة بالي قريب من البحر وقريب من لاباطا وقريب من المول، ها هي الفرصه. باقي كاين تما ثلاثه ديال لي زابارتمون، ياك ثلاثه ولا اربعه هم مصلوحين، ما عندك ما تصلح فيهم، غير غتدخل غتجيب الرحيل ديالك وغتسكن. بالنسبه للناس اللي كيفتشوا على الفيلا سومي فيني، كاين الفيلا اللي كتواجد في غزنايا اللي كيبغي يطلع الحاجه على يده، يعني المساحه ديالها 208 متر، عندها فصاله خاصه جدا وعاد فصاله اغزاله، فصاله اللي تصلح حتى مشروع ديال قاعه الافراح، بحكم ان تما في داك الموقع هذاك ما كاينينش قاعة الافراح بزاف، خاصه معروفه ان غزنايا غادي تبدل كاريمون، كاين فيها لي بروجي اللي هما كبارين بزاف، كاين سبيطار سي اش اي، يعني غادي يطلع الاثمنه ديالها وهي قريبا اصلا غادي تدخل مع طنجه، والثمن ديالها مشجع، يعني غير 140 مليون، يعني فيلا اللي غادي تسكن فيها او اللي غتستغلها مشروع راه خلى لكم ثمن الاصلاح والثمن باش تصلحوا وتفرشوا. طبعا ما نساوش الناس اللي كتفتش على الفيلا اللي حدا البحر، الفيلا اللي كتواجد في الحجرين اللي فيها ارض كبيره بزاف يمكن لك تستغلها في اي حاجه، وعاد الفيلا كتطلل على البحر، فيها 1400 متر ولا 1000 المهم 1000 وزياده، غير ب 450 مليون، يعني اللي فيها واحد المساحه اللي تقدر دير فيها جوج ديال لابيسين ماشي وحده او لا تزرعها، يعني فيها واحد لي سبا صغير اللي غزال وغزال بزاف. وبالنسبه لهاد لابارتمون اللي جاب لكم ادي شطونج اللي انا حاسه غادي تضروا بها دغيا، اللي فيها ثلاثه ديال لي شومبر، نذكروا الناس فين بالضبط لابارتمون اللي جبت لكم افي طونجي اليوم، كيتواجد في شارع الجيش الملكي في الطهر ديال ملعب الكره ولا في الطهر ديال القريه الرياضيه بنو بطوطه اللي عاد ايديشنوها جديده، انفاس مع المجمع الحسني، قريبه من اهلا، قريبه من برانس ثانية او مركز الحليب، قريبه من دريه الاطلس، وطبعا ما ننساوش انها قريبه لشارع مولاي اسماعيل مع لي تونيل جداد. فيها 50 متر جات سفليه، عندك بابك بوحدك ماشي كتدخل مع مود العماره، فيها ثلاثه ديال الشومبر والحمام وهاد الكويزين اللي جات مع الدخله، الثمن ديالها اهين شحال؟ الثمن ديالها 41 مليون سنتيم، الديكلاراسيون
100% ثمن مشجع بارابور ان بابك بوحدك سفليه ثلاثه ديال لي شومب تقدر تستغلها الكره راه ثمن جد مشجع. وماشي غير هادشي كاين العساس كاين باركين ديال الطوموبيلات والريزيدونس بلي بارير ديالو يعني هادشي كامل فما تشرتوش هاد الفرصه من يديكم. الثمن ديالها بالدرهم 410,000 درهم مغربي بالنسبه للناس اللي غيبغيو تحول لهم ديال اذا عجبتهم هينا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا ان شاء الله غادي نجيبوكم تفيزيتوها. بغيتو تسقسوا على هذا العقار ولا اي عقار كتشوفوا في القناه افيتو طونجي ما عليكم غير تصردوا لنا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه سواء في الواتساب سواء في التليفون وحنا كنعطيوكم المعلومات الكامله. عندكم ابارتمون كبر من هادي هادي ضرب الطبخه تبيعوها كامله اولا تكريو كل طبقه بوحديتها تواصلوا معنا حنا كنتكلفوا بهذا الشيء كامل. طبعا ما نساوش الناس اللي باغا تبيع المحلات التجاريه ديالها ولا اراضي ولا تكري العقارات ديالها خصصنا لكم تحت الطلب ديالكم قناه ثانيه اسمها افيتو طونجي جوج تجبروها في الديسكريبسيون. ما عرفتوش دخلوا علينا في الواتساب حنا نصردوها لكم تابوناو معنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. احنا موقفينها حاليا غير باش تجمع العائله كامله ونبداو لونسيو الجديد ديالنا والهمزات. دخلوا تابوناو باش العائله تكبر ديال افيتو طونجي كيف ما هي كبيره العائله ديال افيتو طونجي واحد وقلنا لهم جميع معلومات كنستناوك تدعي معاهم. الله يسهل عليكم اخوتي خواتاتي كاملين يا ربي تتعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم في اللي كتبناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم بروك.